قال له كده هتلعب المباراه، قال له هيئ نفسك انك انت هتلعب، ما فكر انه مثلا يجيب من اللعيبه اللي موجودين على الخبره اللي ممكن يلعب يعني مركز ثاني. في النصر خمسه او سته من النجوم المشاركين في كاس العالم اليوم ما هم موجودين. طيب يعني هو انا اليوم شفت التشكيله، اليوم انا توقعت التشكيله اليوم هذا جديده على النصر صراحه، لان امر غريب وعجيب. يعني انت كنت متعود على تشكيله معينه طوال خلال المباريات الماضيه، كنت نوعا ما كنت تؤدي، ولكن اليوم شفت التشكيله يعني انا من امس عرفت ان حسين عبد الغني راح يلعب اساسي، وانا من امس انتابني نوع من التشاؤم للامانه. وش حسين عبد الغني؟ لا، حسين عبد الغني يعني على المستوى الشخصي كل تقدير واحترام، ولكن هذه في النهايه هذه سمعه كيان. يعني خسرت المباراه باخطاء فادحه جدا اليوم بسبب بالبدايه التشكيله، ومن ثم عدم التركيز الذهني في المباراه اللي ضيع لك وطلعكم من اجواء المباراه كلها، وبديتوا تهاجمون بطريقه عشوائيه لتخليص الهدف، وعدم قراءه جيده من المدرب، وعدم طبعا هذا ما في، لكن المدرب انا مع احترامه، واذا لاعب عليه اشكاليه يعني مع الجمهور او عليه لغط من الجمهور يفترض هذا امر طبيعي يعني. انت يحيى الشهري قصدك؟ يحيى الشهري وحسين عبد الغني يفترض انك تبعدهم عن هذه الاجواء، لانه الموضوع انت قاعد تهز الفريق قبل لا يبدا المباراه. هذا امر طبيعي، نادي النصر نادي جماهيري كبير، يعتبر من كبير انديه الرياض، وبالتالي يعني هذا اذا اي لاعب لقى هجوم من قبل الجماهير فيجب ان اللاعب هذا نفسه انه يتقبل هذا الامر، يهيئ نفسه المباراه ويثبت العكس، ولكن لا يعني يعاند ويصر ويكابرون على الخطا ويستمرون فيه. نتيجة المكابرة ولو الإصرار على الخطأ هذه كانت نتيجة صحيح، اتفق معك اخوي وخسر النهائي. نتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع هذا.